السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أحوالكم طيبة، نتمنىكم دائما دائما يا رب في أفضل الأحوال وفي صحة جيدة يا رب أنتم وأحبابكم. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معي فيديو جديد، تخفيضات جديدة. اليوم جبت لكم الهوتة ديال بصح والهمزة، يعني أي واحد اللي بغى اليوم اللي محتاج شي فراش غادي يفرش إن شاء الله بإذن الله. فيديو خطير وتخفيضات زوينة بزاف وشكيلات جداد في الخياطة، غتشوفوا معايا فيديو رائع رائع، انا عجبني الصراحه ونتمنى كذلك نتوما يعجبكم. واللي اول مره غيشوف القناه ما ينساش انه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد، كذلك ما تنساونيش من البارطاج وتبارطاجيو الفيديو مع الاصحاب والاحباب ديالكم وعبر مواقع التواصل الفيسبوك والانستغرام. ما تنساونيش من اللايكات والتشجيعات ديالكم والدعم ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. ما تنساونيش من التعاليق الزوينه اللي كتزيد كتشجعني. هاد المحل هذا ديال السي كمال العسري، ان شاء الله باذن الله كيف كتشوفوا معايا هنا لي كوموند، الناس اللي شراو الثوب وخيطوه وغادي يوصلوا ليهم يصيفطوا ليهم اولا غادي يجيو عليه، كيبقى لكم الاختيار، كيعطيكم افكار صراحه، داكشي زوين بزاف بزاف. غادي نعت لكم المحل، هو في الدار البيضاء، هاد المحل في حي اناسي الدار البيضاء. غادي نعت لكم بالضبط فين جا، غتشوفوا معايا اليوم تخفيضات خطيره خطيره. هنا كنشوفوا المسجد ديال الرضوان اللي جا في اناسي، هذا المسجد كاين قدامه فارماسيان جنان اناسي، يعني فارماسيان تما نيت. وهنايا غادي نبداو الفيديو على بركه الله. حاجه زوينه اللي ما تذكروش عليها، اللي كانت دايره 2023 كانت دايره 65 درهم 70 درهم، درنا ليها 35 درهم، يعني بغينا الدروش خطير كلشي فرش، كلشي دراوش 35 درهم، 35 درهم ها اللوينات اللي فيها، يعني بلاصه اخرى يقدروا يلقاو 70 75 60 50 درهم، المهم هنا 35 فابور اللي ما بغاش صراحه. هذا الترابي ديالو، الترابي انتما كتشوفوا هالبياج ديالها، هاد الميطه، هاد الخديه، كلهم طرواب بياس، هادشي اللي كتشوفوا. التراب الاخر شي حاجه زوينه اللي ما تذكروش عليها، راه معروفين بالجوده كاع الالوان والاختيار والجوده، ياك يعني. الجوده صبنا ورحنا، رانا صورت لهم غادي مرحبا كلشي اللي بغى يخيط مرحبا به، تمام الخياطه تمام المناسب في المغرب وخارج المغرب، خارج المغرب مرحبا، يتواصلوا معك غير في الواتساب. هالكري ديالها، هالطوب ديالها، اييه الباش، اللوينات كاملين كتشوفوهم كيف قال لكم التخفيض من 75 درهم، دابا وصلوا 35 درهم، 35 درهم هاد التخفيض هذا ما تلقاوه في حتى شي بلاصه واحده اخرى، راه كميه محدوده وكميه محدوده، يعني اللي بغى يفرش يسربي. انتم شوفوا كيفاش داير الجوده ديالو غزال الصراحه، انا كنقرب لكم شوفوا اللوينات كيفاش دايرين صراحه، تيحمقوا وفي المتناول ديال الجميع، شي حاجه زوينه ها هي، فيها ثمن مناسب. هذا حط الميطة، السامبل ديالها، ها الوردة، هادو فيها 3 بياس، هادو 3 بياس، كاع الزواق فيهم 3 بياس كلهم، دابا هادو 3 بياس، هادو السماوي ديالها، ها التراب ديالها، هادو شحال تيبقاو؟ هادي ب 40 درهم، 40 درهم، بقات 60 و55 درنا 40 درهم، 60 و55 هادو 40 درهم، 40 درهم، 800 درهم، قلت لي عندو قلت لي ما عندوش، ثمن مناسب، ما هو بعد الاخ كمال اللي قلتوا لي مرحبا بالناس اللي بغا يجي من القناه ديال الالهام، مرحبا به، كلشي ديالكم خير، مرحبا بكم، مرحبا. والثمن اللي غتسمعوه في الفيديو كيف قلت لكم ديك المره هو اللي غادي تلقاو عنده ملي غتجيو في المحل، ما غاديش يزيد عليكم. مرحبا الخديه ديالو، السعر ديالها، وباش قلتوا لي باش لمشينا للويزيا نعرفوه، ها هو السيت اللي صورته لكم، مرحبا. هادو كتشوفوا 3 بياس وكيبقاو ب 40 درهم، اللوينات ديالو كلهم فيهم كاع الالوان، ها هما غتشوفوهم، داكشي زوين صراحة، والجودة واللي بغى يخيط هنا كيف قلت لكم راه الثمن زوين صراحة، غيدير معكم ثمن مزيان، ثمن مناسب، مرحبا. تحت شعار كلشي يفرش، اللي عنده اللي ما عندوش غادي يفرش إن شاء الله. إن شاء الله. السلعة راه معروفة بالثمن ودير لها ثمن. علاش؟ يعني بلاصة أخرى غادي يلقاو الثمن. إذا السلعة كنخدموها حنا عندنا وزين ديالها. أييه. معروف كمال. كمال العسري وفتاحو معروفين بالجودة والمعقول، هادشي اللي كاين، هادشي اللي عرفنا عليكم صراحة. ها الكري تاهو، زوينات زوينين صراحة،
الخديه هاد الزواقه دابا كملت اييه دوزو الزواقه اللي داوي على راسها اللي فيها اللوينات اييه خطيرين الله نشوفوا الجديد ياك هذه معروفه الجوده وشي حاجه زوينه ايه هات الميطه ها السامبل ديالها الثوب ديالها طيح الثوب ديالها انتما كتشوف كي داير غزال صراحه انا كنحاول نقرب لكم الصوره اكثر كيف كتشوفوا بحال الكري ديالها بحال الخديه ها انتما الخديه شوف اللون اللي داوي على راسه اللي ما اللون كيبقى الاختيار في الدوق كيبقى الكليان اللي جا مرحبا به على حسب الضربيه اللي عنده واللي بغى كل مره كاين اللي كيبغي كل مره يبدل الصالون المهم اللوينات راه كيحمقوا راه فيها اللون شو الخديه كي دايره 3 بياس هذه شحال تتبقى كتبقى ب 40 درهم 40 درهم ثمن مناسب كيف كتسمعوا 40 درهم في الخضر ديالها الخضر ديالها هانتوما ها الزرق ملكي ديالها هاي مخيطه مخدها هو الفوق الزرق ديالها ها اللوينات حتى الزرق حتى هو تيجي زوين صراحه في الصالونات الزرق ديالها مخيط والخياطه كيبقى اختياري اللي بغى يدير اللي بغى الخياطه مرحبا هنا وجينا هنا اللي بغى يدير هذا داكشي كيبقى للكليان اللي بغاته مرحبا داكشي كيبقى على حسب الذوق ديال الواحد المهم الجوده كاينه الخياطه الخياطه المزيانه الكري ديالها مخيط ممتاز ثمن ثمن مناسب ندوزو الزواق الاخر أيه. شي حاجه اللي داوي على راسها وشي حاجه مخيره الطوب الطوب ديال السلعه هي هذه اختي الريشه الريشه هذه معروفه مخدومة على المطروز هذه البروكر ريشه بروكر ريشه مخدوم على المطروز شي حاجه الاخر ما تشوفوا الاخر ما كاين شحال داير كنا دايرين 85 85 دابا دابا درنا لي 75 درهم دابا 75 درهم ثمن دراوش ثمن ممتاز كيف كتشوفوا غزاله كيف قال لك الخديه مخدومه على المطروز مخدومه على المطروز هانتوما ها المخده ولا الخديه كيف دايره مخدومه بالبرونز هذه بالبرونز 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 شي حاجه مخره وشي حاجه زوينه شو كي دايره غزاله الصراحه كتبقى دابا ب 75 درهم 1500 ها اللوينات ديال اختي الترابي ديالها الالوان شوفوا اللوينات كي دايرين ها السامبل ديالها الخديه ديالها هذا الترابي اييه ها الخضر ديالها ها هو اللوينات كاملين كتشوفوهم كاملين فيها اللوان كلهم فيها الكري فيها البيج فيها الترابي 75 درهم هذه مخدومه على المطروز على المطروز انتها الخديه ديالها اختي والجوده مخدومة. الجوده شوفوا المخده حاجه مليحه كيف جات في المخده غزاله صراحه الباج ديالها مخيط الباج مخيط هذه كومون ديال الكليانه مدخله ليها الخضر اييه شو هي بغات الخضر الكليانه نديرها في المخيط كي جات جمالها كي صراحه جمالها كي غزال شوفوا معايا كي جا الخديد ديال ديالو طوب صراحه هذه مخدومه هذا الشيء للسيده هذا السيري ديال مولاتو اييه هذه السيده يعني هاد التليمطه اختارتهم درت معاهم هاد السامبلات راه كاينين اجمع الالوان ديال السامبلات كاينين السامبل اللي بغيتو راه موجود الالوان جمع السامبلات وشحال داير السامبل اللي بغيتو السامبل اونطيطا شي حاجه برومي انا اختي هاد الظهر ديالها كتشوفي كي داير محلول ما تحال شي حاجه مخدومه كدير 50 درهم اونطيطا معروفه في الثمن درنا لها 40 درهم 40 درهم 10 درهم في المتر وراجع له ماشي مشكل مرحبا بالكليان اللي جا مرحبا بها قناه الهام راه غادي تتعامل معكم سي كمال وغادي يعطيكم نفس الثمن اللي كاين في الفيديو هو اللي غادي تلقاوه الثمن اللي كتسمعي به غادي يلقاوه حيت هما كاينين في الفيديو كيقولوا ثمن ملي كتمشي للمحل كيقول لك كتلقى ثمن اخر حنا ما عندناش داك الشيء انت درتي معنا هادشي اللي قلت لهم الفيديو اللي وحده شكات منه لا نهائيا هذيك المره قلت لهم ها انتم داك الشيء اللي لقيتوه في لقيتي في الماء في الفيديو اللي في الفيديو غتجي تلقى كاين هاد الزواقه حتى هي الاخر مخدومه على التاج هاي شي حاجه واعره مخدومه على بالصم اللي قلبت الثوب ديالها كي داير هذه مخدومه على الصم على الصم هذا هو بن شريف الاول بن شريف الاصيل مخدومه على بن شريف انت هاد السامبل ديالها شي حاجه طوب شي حاجه نيحه شوفوا كي داير غزالين غزالين هاد الطلانط صراحه واخا التصويره ما غيعطيهمش حقهم ولكن راه كيحمقوا واللي بغى يجي للمحل رانا نعت لكم وغادي نعاود نزيد نعت لكم اكثر
باش تجيو مقصدين واللي يتصل بك راه غادي تنعتلو باش يجي مقصد الباش ديالها اللي يقدر يمشي للويزيه راه يمشي كيكون كدي السلعه كامله تما كدي السلعه كامله السلعه اللي غايشوفوها هنا غايشوفها في الويزيه عندنا جوج يومين في السيمانه ما كنخدموش يومين الجمعه والحد والحد حيت كتمشي للويزيه ولكن الا كان شي حد في الويزيه وبغى يمشي لعندكم قريب للويزيه مرحبا يمشي الكياطون ومرحبا كيلقى نفس غادي تعيط له في التليفون الا عيط لك فين مرحبا ماشي مشكل ها هما اللوينات ديالها هادي بشحال بن الشريف تيبقى كتبقى ب 60 درهم 60 درهم 70 درهم ديال حيدنا 10 درهم 60 درهم 60 درهم دابا هاد 60 درهم هاد البروكر اللي مخدوم على بن الشريف ها هي مخده شوفوا هاد الشكل تا هو زوين صراحه ها هما هما اللوينات اللي فيها ندوزو زواقه اخرى ايه كاينه هاد الزواقه الاخره شي حاجه مخدومه على الرومي وشي حاجه الواعره هي هادي هي معروف شنو سميتها هادي مخدومه على الرومي هادي على الرومي على الرومي شي حاجه روميه اها راه فيها اللوينات ها الكري ديال اختي الكري ديال شي ايه هاد الطروه ديالو قلب الصم ديالها كي داير قلب الصم ديالها عندي الصم ديالها مخدوم فيها باش ملي نقول لك الصم مرشوش ها انت ها انت يا اختي كيتكمش والو والو الصم ديالها مخدوم شي حاجه كاليتي بحال شكل المطروز حتى هو ما واخا تخبش هكا بيديك والو تيبقى مخير راه معروف ممتاز صراحة الترابي ديال اختي هذا شحال تيبقى هذا هذه مابقاش درنا لها 80 85 درنا لها 70 درهم 70 درهم 70 درهم انا اللي بغا شي يفرش اختي الصراحه 8 دراوش هذا اللي مخدوم على الرومي انت اختي هاد الصابون يعني شكيلات روميين زوينين بزاف وكيحمقوا كيحمقوا راه شنو نقول لكم ما شاء الله صافي كيبقاو دابا ب 70 درهم 70 درهم اختي شوفوا شوف كي داير شوف هي معروفه هذه في شي بلايص اخرى هذا السم الحر دايره لها 100 110 هذه ياك شي بلايص اخرى دايره لها الثمن قال لك الثمن في بلاصه اخرى داير 100 و110 درهم الثمن اختي علاش دايرين واحد المعمل ديالنا حيت الشركه ديالكم اصلا كنخدموا حنا وكيخدموا هذا الشيء بجوده عاليه وراه معروفين معروف في التاح بالجوده معروف في التاح بالجوده والمعقول ودائما الجديد دائما الجديد صراحه الخضر ديالها الباج ديال راه الفوقاني اي ها هو الباج انا نقربو لكم هذه كتبقى دابا ب 70 درهم وفي بلايص اخرين غادي تقدروا تلقاوها ب 100 110 من 90 درهم راه معروف الثمن يعني راه الثمن دايرين الثمن ديال الدراري راه كتلقاو الثمن وهذاك الشيء اللي كاين الاخرى هي شي حاجه زوينه هي معروفه هذه ها هي كانت دايره 65 60 درهم اها شي ثمن اللي غيصدمك ليا ياك مرحبا هي اللي ما بغاش يفرش اليوم وصافي شحال تيبقى هذا هذه كتبقى ب 40 درهم 40 درهم 40 درهم 800 ريال هذه اللي بغا 60 درهم 40 درهم 20 درهم 60 درهم بقات ب 40 درهم الخيال ديالها كي داير شوف شوفوا الخيال الخيال ديالها كي داير الثوب ديالها شي حاجه صراحه هانتوما كتشوفوا شي حاجه زوينه كاين هذا اللوين راه معروف هذا هو الاخر راه معروف هذا راه معروف اللون الاخر اللون الاخر هذا فيها كيبقى دابا ب 40 درهم ماشي 60 درهم 40 درهم من 60 درهم هبط ل 40 درهم 40 درهم ها انتم كتشوفوا شحال غندوزوا لواحد الزواقه اللي بيع راسه ولا شي حاجه ما تذاكروش ها هي اختي شي حاجه المخيره والطوب خذوه بالبرونز قلبي التوب ديالك كي داير شي حاجه بون بيو شي حاجه مليحه الصراحه بون بيو شي حاجه مليحه بون بيو شي حاجه الاخر معروفه هذه في اي بلاصه دخلوا اليوتيوب وتشمعوا الثمن ديالها شحال دايره وحنا غنديروها شي ثمن خيال ياك مرحبا ايوا هادشي خاص بقناه ايلام دابا اللي جا غادي يقول لك من طرف قناه ايلام غادي يكون معاه الثمن هذا اللي قلتي الثمن اللي سمعته في القناه غادي تلقاه في الماء صافي هادشي الطروه ديالها هادشي اللي قلت لهم داك النهار قلت لهم باش ما سمعتوش في الفيديو باش غتمشيو عند السيد كامل راه غيبيع لكم بنفس الثمن ما كنديروش حنا ديك ديال الثمن نكذبوا على عباد الله ويجيو يلقاو ثمن اخر ما كنبينوش على الطروه فكنبين لهم الثمن اللي عندنا الناس هادشي راه كامل سويفي شي حاجه سويفي لا في الخدمه ولا هادشي باش تخسر على نص متر وضرب عام ويخسر نص متر خدموا لها هادشي الا خصاتك شي حاجه راه كت راه سويفي باش كنبيع لك انا على طريفات غنقول لك ثمن وتجي عندي لا سويفي هذا شي حاجه زوينه الا خصاتك شي حاجه وبغيتي تزيد راه كيعاود يصوبون خدوه ماشي الخياطة هادشي اللي بغات هي راه الاختيار ديال كل واحد ويوصل لك لجميع المناطق في المغرب كامل داخل الوطن داخل الوطن وخارج الوطن
واثمنه زوينه لا في الخياطه ولا في الجوده لا كلشي. راه كاين اللي كيصوب هذا الشيء راه غير كتخيط هذا الشيء شويه كيبدا كيتحل. لا لا هذا الشيء راه كيخدموا بالكوموند اختي شي حاجه كوموند كتبقى الاختيار ديالهم كيجيو يشوفوا على عينيهم. ها هو الباب ديالها تشات شادي تشات خيط غير غزال غزال صراحه. شوف روعه روعه شوف شوف الزواقه كي دايره بها راسها الزواق شو المليح شوف صراحه كل شيء زوين كل شيء كل شيء تسهل ديجا من القناه عندك مرحبا بك مرحبا زوينات كيهبلوا صراحه زوينات ولا شكيلات كتحير دابا اللون الاخرين هادو هما اللي خدوهم اللون الاخرين اللون السماوي راه قليل فين تلقى هاد اللون هاد اللون السماوي راه معروف هادو شحال تيبقى وهادو تاهما 3 بياس هادو كامله 3 بياس شوفوا كي داير مابقاش ب 95 سمعي ليا مابقاش ب 95 و90 و80 درنا لها هي 75 درهم سمعتوا قال لي 75 درهم سي كامل 75 درهم ماني بغاش يفرش شي حاجه 75 درهم هلو الاخر فوقاني اختي فيها ايوا الترابي ديالها الترابي ديالها ها هو انا قربتو لكم دابا غندوزو للخياطات قلتي اخر ثمن في هذه شحال 75 75 عوض 95 و90 درهم و80 درهم 75 درهم 75 درهم 75 درهم ندوزو الخياطات بعدا اييه الخياطات كاين هذه كاين هذه الخياطه تشوفوها كتبقاو تختاروا في اي حاجه بغيتو بغيتو السامبل بغيتو ديروا هاد الشكيلات بحال هكا حتى هما كيجيو زوينين كيف قال لكم الا بغيتو تدخلوا هاد التواب هادو ديال اونتيطاج كامل عند اللوان ب 40 درهم اللوان ديال عندي كامل اللوان ديالها كلهم انتم كتشوفوا كتبقى الخياطه اللي عجبتها مرحبا كتبقاو تختاروا انتم الا بغيتو تدخلوه تقتصدوا شويه في الثمن ديال الزيت وتقتصدوا اكثر كتدخلوا بحال هكا هاد سميتو كيجي زوين صراحه حلقي شويه باش كتعرف هو تيعطيك اصلا افكار ملي كتجي عنده هو تيوريك شنو كتعطيه العبر هو تيقول لك شنو تقدري ديري في داك الصالون ديالك سواء بالقليل ولا بالكثير يعني راه كيف كتشوفوا الاثمنه راه في المتناول وردنا لي ثمن مطروز دابا شحال كاين او درنا لي غير 170 درهم 170 درهم ماشي 200 درهم صراحه من 200 درهم ها هما اللوينات الازرق فيه الخضر فيه اللوينات ديالو شفتوهم من 200 درهم كيبقى ب 170 ها البلوسيال ديالو اختي ها هو هذا اللوين هذا غزال حتى هو شي حاجه ماشي ها انت قلب صراحه شي حاجه ما دايرش حاجه بروميان ما كاينش ها هو السامبل ديالو بروميان ديالو هو اللي مخدوم عليه قلبي السامبل وهذا شحال السامبل 120 درهم 120 درهم 110 دابا كاين الروط انا كيبيعوا 100 110 السامبل ديالو الاصلي درنا ليه 120 درهم هذا اللي مطروز عليه اللي مطروز عليه هذا اللي مطروز عليه كتسمع اللي مطروز توب واقف وشي حاجه مليحه و 120 درهم يعني الصراحه الثمن مناسب جدا يعني واحد اخر غادي يبيع لك غير عادي وغادي يبيعوا لك ب 100 درهم ولا 120 درهم واحد الهوته هذه كميه قليله اييه نقول لك شي ثمن خيالي كميه قليله في المطروز فيها تقريبا شي جوج دورات اييه على هاد الميطه وغنوريك الخديه ديالها انا جيب خصني الخديه ديالها واخا يلا انتظروا معايا الهوته كيف كتشوفوا هذا المطروز هذا الشكل هذا غادي يقول لنا بشحال غادي يخليه لينا تمام تمام اللي غيصدم كاع ياك تمام خيال زعما اللي مشهي المطروز اللي مشهي المطروز شاهوت المطروز كيجي فيها الكيميل كامل في راسو غيدي هي داكشي اللي في راسو غيدي هادي الثمن ديالها ثمن 90 درهم 90 درهم 90 درهم اللي بغاش يفرش دابا غير اللي ما بغاش المطروز ولكن كميه قليله محدوده محدوده اللي بقات فيها جوج دورات هما اللي بقات فيها صافي بقى فيها جوج دورات يعني اللي بغى هذا اللوين هذا في المطروز يسارع من 200 درهم دابا 90 درهم هاد الكميه راه محدوده كيف كتشوفوا هما الخضرين الالوان وهادو راهم كيبقاو 170 درهم باش 200 درهم درنا 170 درهم كاين هذا تا هو 150 درهم هذا المعرق هذا هذا تا هو مطروز معرق هذا مطروز هذا مخدوم بلا موزونه بلا موزونه بلا موزونه كيبقى ب 150 150 درهم 150 درهم هاد الميطه ها الخديه ديالها ها الخديه شوف حتى هي غزاله الصراحه اللي كيبغي ما كيبغيش يديك السميشه راه السميشه شي حاجه زوينه هذه راه السميشه زوينه الصراحه الخاميه تصير هاد ما عرفتش غيبان لكم راه شاعل شاعل ما شاء الله يعني كي عاطي عاطي مدور الخاميات ها هما كتشوفها هي هانتوما الخاميه بعدا وعاد نشوف
بالنسبه للريدويات كاينين اختيارات، نختاروا على حسب الذوق ديالنا وكذلك الثمن من الرخيص حتى الغالي. الناس كتكوموندي هنا كتشوفوا معايا حتى الحوفه اللي بغى يصوبهم ولا السدادر يعني كيصوبهم من عنده كيديهم واجدين. هنا كتشوفوا هادو بالفرشي كيكونوا خفافين في التخمال وكيعاونوا دغيا دغيا باش كتخمل الصاله ديالك ولا بيت الكلاس، كيعاونوا صراحه هما اللي ولاو دارجين. بهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ينال.